ريحة الحطب، من ريحة الضيعة، من ريحة التنور، رح نبدأ حلقتنا لهذا اليوم عبر برنامجنا برنامج طبخة وحكاية، بس اليوم حكايتنا مختلفة، هي حكاية التنور. خلوكن معنا بس بعد الفاصل. مع حكاية التنور ومع الخال أبو علي رح نبدأ حكايتنا لهذا اليوم. مرحبا، هلا وسهلا، يعطيك العافية. الحمد لله، كيفك خال أبو علي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. رمضان كريم عليك وكل عام وأنت بخير يا رب. وعليك يا رب وعلى الجميع، أهلا وسهلا فيكم. اليوم يعني عنا حلقة خاصة ومميزة لحكاية التنور. اليوم شو بدك تحكي لنا عن التنور؟ التنور تراث ستي وجدي وجدي. اليوم شو بدنا نقدم لمشاهدينا من حكاية التنور؟ فرح بشوي جوانح بالتنور، وفي عندي بعمل حلويات يعني غير الخبز وغير الكماجي العادية اللي بيعرفوها الناس. بعمل كماجي بالتمر، هيدا التمر المعروف يعني السيوة المعتاد عليها من عرفة رمضان بياخذوه بتناولوه في الدائم. وحلاوة سادة طحينة وحلاوة بالشوكولا. حلاوة فأنا بعمله على شكل كماجي وشوية من التنور، وشغل كتير رائع ظريفة وطيبة أكيد، وخاصة بمطعم الخال أبو علي. لا، وخصوصا نحن بشهر رمضان يعني التمر كتير مفيد للصائم، بيعطيه كتير طاقة وحيوية وسكريات يعني بشكل كتير طويل ممكن تبقى بجسم الإنسان. طبعا لك تعطيه التعويض عن الفترة اللي صامها، يعني بيكون في أكيد يمكن تعتمد كمان السمسم وكمان حبة البركة. حبة البركة كمان شغلة كتير مهمة. فنحن فيدنا إذا بدك هلا نبلش بحلويات. نبلش بالفروج، بالدجاج، بالجوانح. هلا رح أرجيك أنا شلون طريقة تشوي الجوانح بالتنور. وبعدين نرجع لهم. وبعدين نرجع لهم. أكيد. هلا نحن هون مجهزين جوانح فروج. اكيد في تبله خاصه فيها الجوانح. انا عندي تبله خاصه فيني، هاي ملح. هاي التبله من شو متكونه؟ هاي التبله هي عباره عن لبن، لبن وزيت مازولا، دبس فليفله، ايوه، هيل مطحون، ثوم، زنجبيل، ثوم، زنجبيل، فلفل اسود، فلفل ابيض. واذا وجدت المسكه ستكون فخامه، بتكون كثير بتعطي طعمه ظريفه كثير. فهلا نتبل نحن. ده هي التبلة بتعطي نكهة كتير ظريفة، نكهة كتير ظريفة للفروج وللجاز. أنا هيك هي زبايني بتقول لي يعني مو أنا، إنه نكهة الشوي عندي غير مختلفة. مختلفة تمام. بعدين بنحطهم بالسياق. ايه بشكهم. خال يعني مين ما كان بيقدر يشتغل على التنور ولا لا، بتلاقي التنور يعني له هيك تقنية معينة أو فن باستخدامه؟ إيه أكيد 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 بده يكون فيه تقنية وفن باستخدامه. طبعا مثل ما قلنا دائما النار الهادية هي أساس كل شيء. يعني ممكن هالشوي هلا يعني ايوه يعني اي شخص عنده اهتمام بالموضوع بيقدر يشوي، بس اهم شيء النار الهاديه. النار الهاديه وبدها شوي طول بال يعني. هلا عم نحط البقايا بسيخ ثاني. ايوه نجهزهم للشوي بس بطريقة مختلفة. يعني بطريقة التنور. طريقة التنور هلا كل العالم بتشوي على الفحم على الجزر،
اخوي هلا هيك صاروا جاهزين. طبعا التنور بيكون حامي، بيكون يعني نار وسط، ممكن حط ايدك مثلا عشان بلكي. قد ايه تقريبا نحن بدنا نتركه بالتنور؟ يعني من ربع ساعة لثلث ساعة. او فينا نحط غطا كمان، لكن نغطيه مشان ما يشعر. هلا رح نترك الجوانح تستوي وبدنا ننتقل لطريقة عمل الحلويات او طريقة التنور. فهلا رح نعمل كماجة التمر. هي الأنسة هي الخبازة المبدعة بمطعم الخلبان. فهلا بنسكرها بشكل مرتب. طبعا العجينة بتكون جاهزة. جاهزة لكن اللي هي مكونة من طحين، يعني أنا بحط لها شوية سكر شوية زيت مشان الإحمرار، يعني تعطيه إحمرار. حلاوة، حلاوة سكرية كلها عم تعرفها يعني. كمان بس أكيد بتحمل يعني طعمة ونكهة غير الحلاوة العادية، يعني الناس كلياتها بتاكلها بطريقة عادية، بس على طريقة التنور أو على طريقة التنور يمكن هي شيء غريب علينا وطعمة مميزة أكيد. هي السكرية مضبوط لهي مشان دائما بنحط عليها سمسم وحبة البركة، نكهة وما يعني منظر. منظر طريقة لزق العجين بالتنور يمكن كمان صعبة، مو كل الناس بتعرف تعملها. أكيد. عندي الأنسة هيام شغل ضيعة محترمة شغل صنفة، فهيدي مين ناسة واحدة تنعمل واحدة، بس خلي عينك عليها. يمكن ما بتاخد وقت دغري بتستوي العجينة، بتاخد الخبزة يعني شوي زيادة عن الخبز. وهي حلاوة بالشوكولا كمان نكهة تانية. هي طبعا هي خبازي من الضيعة، استغربت أنا وقت بعمل لك شغلات جديدة. ايه هي مدللة عندي المحل، مدللة أكيد لازم تكون مدللة يعني. تعمل أكلات كتير طيبة وجديدة يعني بتبيض الوش. بس هلا بنعمل كماجة هيك مثل الخبز بس مية شوي كمان. ما في تعب بطريقة مد العجين؟ بس يكون مختمر واحد متعود، يعني بس يكون مختمر العجين، اخذ حده بالعجين بالهي بيبقى زي. عم نعمل عجين بالزيت. هيدي كماجه. كماجه ملح وزيت وعجين وسمسم وحبه بركه. اي لك بس انت بعيدة على كماجة الحلاوة.
هلا يمكن انت بتلزقي العجين على طرف التنور بعدين عم تحطي كانه هيك شبكه او شيء بحمصها شوي مشان تحمر وتعطي نظره بحمصها هيك بشيل من التنور بحمصها تعطي لون ازرق ازرق واحلى اكيد هلا شو بدك تعملي لنا خبزه هالكاره خليهم هاي هيك ماجد الملح لك ماجد الزيت هلا عم نعمل الخبزة الخبزة ضرورية انه تنمد على هاي القطعة لحتى يمكن تاخذ مساحة اكبر هاي الآن سي اسمها الكارة هاي هاي عادة جداد هذا الشيء من التراث يلي أخذناه تمام وبتم لزقة هلأ الخبزة ما بتطول مثل الكماجة لأنه الكماجة أسمك عجينه فيها حشوة هاي بتبقى رقيقة إيه بتبقى رقيقة وبتستوي يعني بضع ثواني أو هيك تكون جاهزة ننطر يمكن لتاخذ لون؟ ايه اكيد تبين سوا بلشت تاخذ لون وتستوي تحمر بتكون جهزت يا سلام هلا نحن اليوم حضرنا لكم خبز على التنور وشي يدعى كماجة بالزيت وبالحلاوة وبالتمر وحلاوة مع شوكولا هاي الشغلات هي أكلات كتير طيبة من تراثنا القديم بس بنكهة جديدة وبنكهة أطيب من كتير شغلات يمكن كانت ستي وستك وست الكل إنه كانت تعملها زمان هلأ رح نشوف الفروج ونشوف الجوانح شو صار فيهم يمكن صاروا جاهزين يعني لسه بدهم شوي صغيره اخذوا لون احمرار شوي بس هن لسه بحاجه شوي ممكن نرجعهم على التنور وننطرهم شي 10 دقائق ولا خمسه خمس دقائق بيكونوا تمام جاهزين بنرجعهم على التنور وبننطرهم بنغطي بنرجع ننطر لنا خمس دقائق ريحة التنور أبو علي كتير شهية أي أكيد وكتير ظريفة بس بدنا نقول لهم لمشاهدينا خلوكم معنا رح نقدم لكم لسه كنافة بالفحم خلوكم معنا بعد الفاصل هلأ مشاهدينا من بعد الفاصل رح نشوف مع الخال أبو علي شو صار بالجوانح بالتنور يلا لازم يكونوا هيك صاروا هلا جاهزين للتقديم ايه اكيد شايفي على هاللون لون ظريف وريحه ظريفه اكيد وطعم اكيد شهي كتير صاروا جاهزين للتقديم تفضل هلا بتكون هيك خلصت أكلة الجوانح بالتنور شكراً كتير لإلك وهلأ رح ننتقل أهلا وسهلا لأكلة الكنافة مع ذو الفقار وعلى الفحم
هلا اكيد مشاهدينا رح ننتقل لطريقه عمل الكنافه على الفحم مع زلفقار. مرحبا زلفقار. اهلا يا هلا شرفتكم. هون نحن بمطعم الخالق ابو علي. اذا الواحد بيحب بعد العشاء بعد الغداء بعد وجبه الفطور نقدم كنافه على الفحم اكيد بنحب بنقدم. هلا هاي بتكون البصمه نحن منبشينها وجاهزه هون بالصينيه بنمد السمنه بارضيتها بشكل متساوي. طبعا هلا نحن مكونات بنجيب بصمه والجبنه الخضراء والسمنه والقطر طبعا نحن بنطبخه على ايدنا هون. كيف بنطبخ القطر؟ مي سكر ومي وماء ذهب منك هو بالشبه وماء الورد. والسمنه يمكن بلديه او سمنه بلديه. ايوه بلديه مخلوطه بنباتي مشان ما تطلع دسمه زياده ومشان تتقبلها المعده كمان وتكون سلسه. بالبدايه انا هون مجهز صينيه هذا وش واحد بس طريقه التحضير بتكون السمنه جاهزه مدوبينها شوي بنمدها على الصينيه بنمدها بشكل متساوي. بنمدها بشكل موزع بشكل متساوي على الاطراف وبالنص مشان تاخذها كلها البصمه وتحمر فيها تعطي لون ذهبي حلو هيك. بعدين نفرش كمان البصمه بشكل متساوي سماكة معينة. قد ايه لازم تكون السماكة؟ يعني راس اصبع مثل ما بيقولوا بالعامية. سماكة سنتي سنتي وشوي حسب الرغبة كمان بتكون بهالامور هي. والله في عالم بتحبها رقيقة في عالم بتحبها سميكة حسب الطلب حسب الطلب حسب الزبون بس انه الاصل سماكة سنتي. هيك بنكون مديناها بشكل متساوي بعدين بنسقيها مثل ما مسقعينها هون بالسمنه وهيك شغله. هاي الجبنه الخضراء بنكون نحن مجهزينها فارطينها منشفه من المي ومن كل هالامور. شو بتقصد بالجبنه الخضراء؟ هاي جبنه خضراء هسه مثل ما مخضوضه يعني مثل ما بيقولوا اول ما خاضينها مطلعينها من الحليب ما عاملين فيها شيء بس معقمينها وحاطينها يعني لا مسوينينا عكاوي ولا حلوة ولا شيء. هي الساتة بنكهة الحليب البقري وحلاوة وكل شيء. منمدها كمان بطريقة انه تاخذ مساحة معينة أيوة. ويمكن بسماكة معينة سماكة انه تطلع طعمة الجبنة وتتاخذ مع البصمة. تاخذ مع البصمه بشكل حلو لانه هي هلا على النار بدها تدوب تتوزع كلها. بعدين هلا نحاول نرصها شوي مشان ما تفرغ تكون كامشه حالها ممتازة. هلا بنجيب هون كمان البصمة اللي مجهزينها نفردها يمكن طبقة ثانية طبقة ثانية بس أرق من التحتانية لأنه هاي بدها تنقلب. هلا بدها تصير هاي التحتانية هديك فوق تصير الوش بتصير الوش. إذا اتفقنا الطبقة الأولى حتكون سميكة سميكة والطبقة بعدين الثانية الجبنة بعدين الطبقة الثانية حتكون الرقيقة أيوة. لأنه بعملية القلب بصفي الطبقة الرقيق تحت بيصفي طبق الرقيق تحت ايوه. نحاول نسكر الاطرافها كمان مشان ما تزرق تسيخ الجبنه منها وتروح بالصينيه وتصير تعلق. هلا بينضبوا هلا في سكين وفي طريقه التحريك وتضب على النار بدها تكون يعني قصدي هلا ما بتضبها؟ هلا لا هيك بتكون جاهزه عندنا صينيه الكنافه. بضل عندنا طريقه الرد على الفحم. تفضل. طبعا هلا نحن مجهزين الفحمات مجهزين الفحم شيء اكيد مشان ما ياخذ معنا وقت. ناخذ ونفرشه بطريقه متساويه الصينية على الفحم بتجي عندنا بعد شي دقيقة بس لتاخذ شوية نار. طريقة الضب على الأطراف طريقة التحريك مشان تتساوى
وفي عندنا طريقة القلب. قد ايه تقريبا يعني بدها تبقى يعني خمس دقائق لحدود العشر دقائق حسب النار كيف بدها تكون معنا. وهي بشكل عام قد ايه بتاخذ وقت معنا؟ بشكل عام يعني لحدود ثلث ساعة على الوشين. على الوشين، هلا يمكن نقلبها نحن؟ ايه بدنا نقلبها شيء اكيد مشان هذا الوش كمان يستوي، بتكون الوش اللي قبل احمر وعطى لون حلو ودابة الجبنة بشكل حلو. طيب هلا معناتها رح نخليها خمس دقائق بين ما يستوي الوش التحتاني. ايوه التحتاني بعدين وبعدين بنقلبها. اوكي مشاهدينا خلوكم معنا بس بعد الفاصل. مضي عندنا وقت ثلاث دقائق وبدها تجي بقى طريقة التحريك والضم بهاي الطريقة. بنضب الطراف نحنا عشان الجبنة ما تفرط منا وتسيخ، مثل ما بيقولوا العامية بتدوب الجبنة بتسيخ. قد ممكن تكون الكنافة على الفحم يعني هي طريقة كتير مميزة كنكهة وكشكل عن باقي أنواع الكنافة؟ كنكهة هلق في العالم اللي بتعملها على الغازات أو الغاز الخاص بالكنافة، الواحد بيتحكم بالنار بيتحكم بالكذا، أما هون على نار هادي يعني بتاخد كفايتها من النار من النكهة، تبقى نكهة الفحم تطغى على الأكل. أكيد في عالم بتقلك لا كيف عم تعطي طعم الفحم مصيني، الطعمة مو من الفحم، من النار الهادية بتجي. يعني هداوة النار قد ما عمل الواحد على نار هادية قد ما طلعت أطيب. الجبنة بتاخد كفايتها من النار بتنمد منيح بقلبها، البصمة الشعيرية اللي إلها بتحمص منيح، السمنة بتاخد حرارة كافية، كله بياخد حقه من الوقت، كله بياخد حقه بهالوقت. يعني فيدي أنا مثلا أعملها على الغاز قوي يلا استويت اقلب، لا نقلب وخالصين خالصين، لا هون بتاخد كفايتها وبتاخد يعني كل شيء حقه طبيعي، نار طبيعية إنه ما لا عم نلعب فيها ولا عم مثل ما فرشناها، ضلت الحرارة متساوية عم تاخذ نار وحقها الطبيعي. تمام. هلا بعد قد ايه ممكن نقلبها نحن؟ هلا بنعين نحن عليها بطريقة إنه ما تخرى، ببين هون حرفة. كيف بدنا نعرف؟ ببين هون معنا حرفة نحن وعم نضبها بالسكين إنه عم يشقر شوي، فبنمد السكين لتحت شوي وبننقل، بتبين إذا احمرت معنا ولا ما احمرت. وبنعمل عملية التحريك شوي كل شوي والتانية؟ كل شوي مشان تضل متوزعة النار وما انه تثبت محلها متلزق، ومشان ما تلزق يعني وتستوي الطراف، لانه هلا هون بصير في مسافة بالضب، هي بصير في مسافة بين الحرف الصينية والكنافة، فمشان يحمروا الاطراف احنا بنعطيها طريقة تحريك مناسبة لنا. هلا صار فيتنا نقلبها بما انه بين معنا انه اطرافها قربت على الاحمرار والشفاء مثل ما شايفين هون. نقلبها، صار فيتنا نقلبها. فرجيكم طريقة القلب. مو بالعكس؟ طريقة القلب بدها تكون معنا هاي اللون الذهبي اللي كنا عم نحكي عنه. هلا قلبناها؟ هلا قلبناها، بنرجع بنحط سمنة بالصينية. ليش بنرجع بنحط سمنة؟ مشان الوش الثاني احمر معنا بس كمية أقل، لأنه هون مثل ما حكينا طبقة البصمة الشعيرية اللي لها أرق، هي الطبقة الرقيقة. أيوة الأرق ما بدها الكمية من السمنة. ونرجع؟ نرجع كمان نضب لها الأطراف. لا يمكن ما بقى بتاخذ وقت كثير مثل اول مره. هلا هيك تقريبا يعني فينك تقولي شيء بس جاهزه صارت عندنا.
بدها حوالي 5 دقائق بالكثير بتكون كل شيء تمام، نشيلها منقطرها. طبعا احنا بنكون مجهزين القطر، مجهزين القطر طابخينه بالمي والسكر، بنكينه بماء الزهر وماء الورد مع الشب العربيه. وهلا هيك بتكون جهزت معنا الكنافة على الفحم، ضل علينا التقطيع والتقديم. طبعا طريقة التقطير حسب الطلب كيف بيحبوا. بنقطر نحن شيء انه تاخذ كفايتها، وبعدين اللي بيحب يزيد ما في اي مشكلة. بعدين حسب الزبون حسب بيحب يزيد كيف على قطعته. واحد ما في اي مشكلة، ليك لاحظي انه هي وساخنة بتتشرب بسرعة. صح، تاخذه بسرعة بالظبط. فايتة من النار ودايب منيح فيها. شكرا كثير لك ذوالفقار، صح اليوم بهي الحلقة أنا بينت كثير قصيرة بالنسبة لك ما شاء الله، بس اليوم قدمت لنا كنافة على الفحم بطريقة كثير حلوة وكثير بسيطة وبنكهة ظريفة وجديدة. وأهلا وسهلا، شرفتوا بمطعم الخالق أبو علي وصحتين وهلا. شكرا كثير لك. يا هلا. من مطعم الخال أبو علي من إلكم خلصت حلقتنا لهذا اليوم، شوفكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.